لقاك ساهما. ما الذي يشغلك؟ أعجب لما آلت إليه أحوالنا. ما كان ليمر في خاطري يوما أن نجد أنفسنا في حال كهذا. كثير هذا الأسى. تشتاق إلى زوجك؟ أكثر من الاشتياق، هو ألم يخترق الروح. لقد سرقوها مني. يأبى عقلي أن يصدق ما جرى. خفف عنك، فلا فائدة من اشترار الألم والخيبة. وكيف لا أشتر ألمي وقد تآمر علي أوغاد الأرض، شهبندر تجاري أوركيديا وصاحب خبرها، يلفقا لي تهمة جزاؤها الوحيد هو الموت أو الاهتراء والتعفن في السجن. سؤالي سيبدو وقحا وفجا، ولكنه يراود لساني منذ سمعت قصتك أول مرة. سل ما تريد، لن يكون سؤالك أكثر وقاحة مما سمعت ورأيت. أزوجتك جميلة إلى حد أن يلفق لك شهبندر التجار وصاحب الخبر تهمة تسميم اللحم الوارد إلى مطابخ القصر؟ نعم، هي جميلة يا وائل، بل إني أراها أجمل نساء الأرض. أي شياطين هؤلاء؟ لقد جعلوها تعتقد أنهم نفذوا بي حكم الموت ليدخل اليأس إلى روحها، فتقبل الزواج بشهبندر التجار وهي حامل بولدي. أي زمن سافل هذا الذي نحيا؟ أمامي نهاية لكل هذا.